السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأحباب في كل مكان، مرحبا بكم متابعي قناة يلا معانا على فلسطين. تحية فلسطينية معطرة برائحة زيت الزيتون الفلسطيني، نبرقها إليكم من قرية دير إستيا في شمال فلسطين، وتحديدا من قرى محافظة سلفيت. هاي القرية الرائعة اللي حنزودكم في معلومات عنها أكثر وأكثر من خلال هاي الحلقة في رحلة أرضية وجوية. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان. يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين، انظر بالأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين. مستمرين معكم أحبابنا في كل مكان من ربوع فلسطين المباركة. إحنا اليوم موجودين في قرية دير إستيا من قرى محافظة سلفيت. هاي القرية الجميلة والرائعة والتي تتميز بزراعة الزيتون، واللي حنحكي لكم معلومات أكثر عنها من خلال هاي الحلقة. خليكم معنا ويلا معنا على فلسطين. تقع بلدة دير إستيا على جبل الذيب إلى الشمال الغربي من مدينة سلفيت، وتبلغ مساحة البلدة القديمة في دير إستيا 61 دنما. وكلمة إستيا هي تحريف للكلمة السريانية إستا، وتعني الحائط، حيث تعني التسمية دير الحائط، وتعني أيضا دير الزيتون. ويروي أهل القرية قصة أخرى لهذه التسمية، حيث يقولون أنها تعود لراهبة فرنسية تدعى إستيا، جاءت قديما إلى القرية ثم أسلمت وأصبحت داعية مسلمة، وعندما توفيت دفنت في القرية. ويقول مصطفى الدباغ في كتابه بلادنا فلسطين أن بجوار الجامع الغربي ضريحا ومقاما يذكر القرويون أنه النبي، تارة يدعونه باسم إستيا وطورا يسمونه باسم أسيا أو النبي أشعيا، والله أعلم حقيقته. فلم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ذكر لنبي بهذا الاسم مطلقا، وإشعياء مشهور ذكره عند أهل الكتاب كنبي من أنبياء بني إسرائيل، بل له سفر باسمه في العهد القديم يسمى سفر إشعياء. ويذكر المفسرون أن النبي إشعياء من الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل، فهذا الاسم ورد ذكره كثيرا في كتب التفسير، مرة باسم إشعياء ومرة باسم إشعياء ومرة باسم شعياء ومرة باسم شعياء، حيث أن كتب التفسير يكثر فيها النقل عن بني إسرائيل دون تصديق أو تكذيب. دير إستيا مساحتها 36 ألف دنوم، عدد سكانها الموجودين داخل البلد اللي هو 4500 نسمة. دير إستيا تعتبر ثالث قرية في فلسطين لإنتاج الزيتون، تنتج من حدود من 30 إلى 35 ألف طن زيت على مستوى فلسطين. هسا إحنا في البلد القديم لما تفوت راح تشوف لها أربع بوابات زي البوابة اللي إحنا واقفين تحتها، بوابة هاي اللي هي البوابة الغربية من كلها. هسا في ناس كثير منا بيجوا بيسألوا ليش في غرفة فوق؟ الغرفة هاي، الغرفة هي عبارة عن نظافة البلد. شو نظافة البلد؟ قبل ما بقى عندنا دور إنه يجي الضيف ينام عندنا في الدار، فكانت هاي الغرفة هي مضافة للبلد كلها. الضيف لما يجي على البلد يقعد فيها كل أهل البلد يضيفهم. عندنا واد كانا اللي هو يعتبر جنة الله على الأرض، أنا بعتبرها من لأنه حلو جدا وفي ناس زاروه وشافوه. بس للأسف إنه دير إستيا بالذات في محافظة سلفيت أو في جميع فلسطين تعرض لهجمة استيطانية شرسة، لأنها دير إستيا بتوقع على أكبر تجمع مياه جوفي في العالم. هسا إحنا في البلد القديم لما تفوت راح تشوف إنه إحنا البلد الوحيدة في فلسطين اللي حافظت على التراث الفلسطيني، التراث المعماري، بحيث إنه ممنوع حدا يجي يهد بيت في البلد القديم وكل ده بني بداله، ممنوع ممنوع. في عندك بيت بتيجي بتقول للبلدية أنا عندي بيت، البلدية بتأخذه منك بترممه، بتأخذ العشر سنين 15 سنة وبعدها بترجع لك إياه مؤثث مرمم بكل إشي، بتقول لك تفضل يا عم هي البيت تبعك. أما تقول إني ببيع أو أهد ممنوع نهائياً،
نهائيا. حتى في بيت رايحين تشوفوه حاليا انه مبني في البلد القديمه ببلوك، يعني ممنوع يبني الا بده يجيب حجر بلد قديمه مطابق للبلد القديمه ويبني. البيت هذا أنا يعني بعتز وبفتخر فيه. هذا البيت ساكنته حجة وهي إمنا كلنا، إم شباب فلسطين كلها، لأنها ضحت في أولادها اثنين شهداء في فلسطين. أسماء الشهداء نهاد إبراهيم أبو حجلي وعلي إبراهيم أبو حجلي. نهاد استشهد في 94 وباعتراف المخابرات الإسرائيلية كان ملك المينتوف في الضفة، بحيث أنه كان كل شهر يضرب من 30 إلى 35 قزاز مينتوف. علي في 1/11/2001 عملوا عملية بطولية اللي هي بكى فيها حماس وفتح والحزب الثلاثة، عملوا عملية تل، قتلوا قائد المنطقة الوسطى في معركة في تل. علي استشهد الله يرحمه، وهذلك اثنين عدمهم إعدام. تفضل. هذه المنطقة تلفت 100,000 دولار الشارع، 100,000 دولار في 96. عندنا هذا مثلا ترمم وصار نادي رياضي. متابعينا الأحباب في قناة يلا معانا على فلسطين، احنا الآن موجودين في داخل البلدة القديمة في دير إستريا مع الأستاذ عايد. احنا واقفين عند باب يقال باب نظام الخوخة. نظام الخوخة اللي هو بيجي باب كبير وجواه الباب الصغير، اذا بتلاحظ هذا باب صغير، بحيث انه كيف يعني كان لما يدق واحد اللي جوا يعرف انه لداك حرمي ولا رجل. كيف انه كان فيه اللي هي دي للرجال وللنساء، بحيث اذا اندق الدق تبعت النساء واحد اللي تيجي تفتح، طبعا زلام واحد يجي اللي يفتح. هسا هان في قصة انه قبل بكاش في بيارة مي في او في عندنا في القرية، يجيبوا من واد كان على الخيل وعلى الحمير بين السامعين، فانقطعوا في المي، راحوا يجيبوا العمال ما لفوش مي، انقطعوا في المي. صاحب الدار عنده بير زيت هاي في غرفة هاي، فتح بير الزيت وصار ينشلوا في زيت ويديروا في الجبلة. جبلوا هاي الواجهة انبنت بالشمامت وبزيت الزيتون بدل المي. هذا شو بدل لك؟ بدي لك انه دير إستريا انتاجها للزيت فائض جدا 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 جدا. طبعا هاي كلها اللي شايفها هاي كلها اراضي دير إستريا كلها. هاي الدار اللي حكيت لك عنها اللي قلت لك انه انبنت وممنوع لبسها الا حجر بلد قديم. احنا هسه واقفين على ظهر القصر. ظهر القصر هاي النقطه اللي احنا واقفين فيها بترتفع عن سطح البحر 492 متر. بحيث اذا انت بتلاحظ هسه انت واقف شايف كل دير إستريا تحتك. نعم، فيو رائع جدا. دير إستريا مبيني تحتك. هاي جين صفوت شايفها بعد المستوطن. جين صفوت الان وادي قانا هي اللي هو المنطقه هناك، هي كلياتها وادي قانا اللي عملنا عنه حلقه خاصه جدا ورحله كانت مميزه، تصوير ارضي وجوي. بامكانكم متابعينا الاحباب تروحوا على اليوتيوب فيسبوك تكتبوا وادي قانا يلا معنا فلسطين، وحتشوفوا اجمل المناظر الطبيعيه في بساتين وادي قانا. هاي حارس، كيف الحارس؟ كيري مردة زيتا جمعين فرعتا المتين جين صفوت كراو بني حسان. هاي جين صفوت تابعة محافظة قلقيلية. أوكي. المتين محافظة قلقيلية. عندنا زيتا جمعين محافظة نابلس. نعم. تابعات. ودير إستريا تابعة سلفيت. سلفيت. محافظة. نعم. سلفيت. دير إستريا كفر الديك بروقين بديا فرخة هاي كله تابعة محافظة سلفيت. نعم، لأن هاي الأراضي كلها مزروعة زيتون. مزروعة هاي أراضي زيتون كلها ما شاء الله. نعم. يعني تتميز قرية دير إستريا بوجود وفرة المياه الموجودة في باطن الأرض والينابيع أيضا الموجودة في وادي قانا والمنطقة المحيطة فيها، لذلك فهي مميز جدا بزراعة الزيتون وزراعة الحمضيات أيضا. متابعينا الأحباب، هاي البلد بلد دير إستريا موجود فيها كثير من الخيرات، خاصة زي ما حكينا زيت الزيتون والحمضيات ومئات الدنومات المحيطة بها والتي تعود بالنفع على هاي القرية. أوقف الملك برقوق، السلطان الملك برقوق، ريع هذه البلد ومنتجاتها لوقف خيري في مدينة الخليل، وهو سباط الخليل أو سباط خليل الرحمن عليه السلام. فكان هذا يعني ينم على الاهتمام، اهتمام الملوك والسلاطين المسلمين في المسجد الإبراهيمي الشريف وفي مدينة خليل الرحمن عليه السلام، حيث أنه ذكر صاحب الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل مجير الدين الحنبلي في كتابه
هذا الموضوع عندما قال بالنص الحرفي في الكتاب: وقف برقوق قرية دير إسطية من أعمال نابلس على صماط الخليل عليه السلام، وشرط ألا يصرف ريعها إلا في الصماط الكريم فقط، وكتب الوقف على عتبة باب مسجد الخليل عليه السلام، وهو الباب الشرقي من الأبواب الثلاثة التي بداخل السور، وهو خلف مقام السيدة سارة من جهة الشرق. متابعينا الأحباب، نكمل معكم في هذه الحلقة الخاصة والرائعة من داخل البلدة القديمة قرية دير إسطية. الآن راح تطلع الطيارة ونورجيكم أحلى فيو لهذه القرية وللجبال والقرى المحيطة فيها. شوفوا معنا كيف هون البلد القديم، كم رائع جدا. هاي أبو عزام مطلع الطيارة فوق والإنستا شغالة، كل شيء هذا لحتى نمتع عيونكم بمشاهدة هذه القرية الفلسطينية المميزة. وهي الطيارة طلعت فوق طيارة يلا معنا على فلسطين. تابعين الأحباب، بعد ما أخذناكم جولة في قرية دير إسطية في فلسطين، نأتي معكم إلى ختام هاي الحلقة اللي أعطناكم أهم المعلومات عنها. رايحين على مدينة قلقيلية لحتى نعرفكم على بساتين الجوافة ومحصول الجوافة من مدينة قلقيلية. نراكم في قلقيلية. سلامات. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية قصر الأبواب، الخليل، طريق بئر المحجر مقابل جمعية الإحسان.